والله والله لما بتفكرني في الفيديوهات قلبي مغمض. احنا من السكر عندنا بقر، في عرفين لبن، حليب، عندنا غنم، عندنا دجاج، عندنا زيت، عندنا زيتون، كله من فلحات، كيف بدها انساها يعني؟ والله يا بنيتي بكينا في نعم من الله وطلعنا على الجحيم. أسوأ من هيك ما ذره في الدنيا. حياة عياط ما بعلم فيها غير الله. اللي بكى في هيك عتب عشرة في عشرة، أجا تعد في خيمة، في خيمة زعموط. حياة بكت علتت. أول في المخيمات. في الليل الخيمة منصوبة هيك الوتد بيها وإحنا نايمين. كل الوتد هيك تطلع من الخيمة تفوت علينا تظل الصبح تحت الثلج. شو يعني حياة؟ يطيحوا الزارع حتى يكون معانا. وفي ناس يبعثوا يضربوه ان شاء الله ليه. الأمان انه انا متأمل ارجع على بلد. نعم البلد رجل بس بنبنيها. انا نهايت عمري 86 سنة، 87 مش يأسان، متأمل ارجع على بلدي وعلى داري، مش يأسان من حياتي ابدا. Thank you.